انت فين يا معلم روحاي؟ معلم سيد جوه سعيد؟ ده راح لك يا معلم. راحني فين؟ راح لك الوكاله يدور عليه. اصلها جت. يا مين اللي جت؟ هي الست اللي حسنات. حسنات راحت فين؟ سابت لك جواب وطلعت جري بالتاكس. جواب؟ فين معلم سيد؟ اهو جه. انت فين يا سيد؟ انت اللي فين؟ هي صح جت. ايوه جت وسابت لك الجواب ده. إنساني بتقول يا إنساني ما تستنانيش وكل شيء نصيب وربنا شاهد وكيل. راحت فين؟ حاولت أمسكها جريت بالتاكس. راحت فين؟ قالت له محطة مصر. طب تعالى لك. رايح فين طيب؟ اركب ولا هروح لوحدي. هربت ليه يا سيد؟ هربت وفاتت لي ورقة تقول إنساني. مين اللي خوفها؟ ما جايز تكون جايز. إيه؟ قول يا سيد، مين اللي خوف حسنات لغاية ما هربت مني؟ أنا عاوز أقول لك حاجة يا عم رحيم. قول، أنا مستني تقول ولا معرفش تقول إيه؟ صراحة حاجة تحير، أنا محتار. لا، أنت ما قادرش تقولها يا سيد. أقول إيه؟ تقول إخواتي هم اللي عملوها. عملوا ايه؟ هم اللي خوفوا حسنات لغاية ما هربت مني وقالت إنساني ربنا شاهد وأكيد. بس ربنا ما يرضاش بكده يا حسنات، ربنا ما يرضاش بكده. إذا كان لازم تهرب يبقى تهرب لي، تتحامى فيا جواي. رحيم، تفتكر إخواتي يعملوها يا سيد؟ يقدروا عليها دي؟ يذبحوني بسكينة تالمة؟ أنا اشتريتهم بعمري كله عشان يبيعوني البيعة الخسرانة دي، بيعة رخيصة قوي يا ولد عمران المنشاوي، ومش هقول الله يربح. بعد ما رجعت من المحطة فوت سيد، لقيت نفسي ما عارفش أروح فين، لا عارف أروح ولا أروح مطرحنا. لقيت نفسي قدام شقتك ويدي على الجرس. سير حيم خير، اللهم اجعله خير. في إيه يا بيه؟ لا حضرتك تكون مفكر حاجه، ما جاتش هنا يا بيه واحلف لك زي ما انت عايز. انا مش جاي لحسنات. امال جاي عشان مين؟ جاي لك انت. جاي لنا؟ خير يا بيه؟ لا مش خير. لو ما قلتيش اللي حصل بالظبط مش هيبقى فيها خير. اقول لك على اللي حصل في ايه؟ في كل حاجه، من ساعه ما سبتيه لغايه ما رجعت وما لقيتهاش. ما انا قلت لك يا بيه واحلف لك على الختمه زي ما انت عايز واقلبها على عينيا اني ما خبيت عندك حاجه. انا مصدقك. انت جاي تكوني مش فاكره، ناسي. ازاي يا سر حيم؟ تعال اقعد. قولي لي حجل، هي قابلت حد؟ راحت لحد؟ انطقي، احكي لي كل حاجه. شوف يا سر حيم، وانا نازله كانت هي داخله الدنيا مسيعاه من الفرحه. اول ما بصيت في عينيها حسيت انها جايه من عندك، لان الفرحه كانت هتنط من وشها. هي طلعت على فوق وانا مشيت. افتكرت حاجه. قولي حاجتي. الجدع اللي شغال عندك في الوكاله الكبير ولا الصغير؟ الجدع ده اللي كنت بتبعت لنا معاه الفاكهه والخضار. شوشه؟ ايوه هو شوشه. وانا مسافره قابلته جاي من نص الشارع رايح ناحيه البيت، ما خدتش في بالي ومشيت. يا شوشة معلم رحيم بنفس صباحك.
لو كتبت علي لا هقول يمين بالله لا اقول يا معلم. انا من زمان نفسي اقول، لا عارف اقول لمين ولا اقول كيف. قول قول حسنات راحت فين؟ ما خبرش. ما خبرش كيف؟ يمين بالله يا معلم ما خبر. خدوها لفين؟ مين دول اللي خدوها؟ هما جم قالوا لي اطلع قول للست المعلم راح مستنيها تعال. خفت اقول لها، طلعت لها نزلت له قالوا معاها في العربيه الفين. ما خبرش يا معلم. مين دول؟ مين دول تعرفهم؟ لا لا دول ناس من المباحث يا معلم، ناس كبار قوي من المباحث. لكن عرفوا كيف انك تعرفها او ان عرفها؟ ما خبرش. انا خابر، انا خابر، عرفوا منيح. تفضل يا ابي. قهوة تانية يا نفيسة؟ دي القهوة بتاعتي يا ابي، هتفرق عن اللي شربتوها؟ هتفرق ايه؟ اهي هتسهرنا اكتر واحنا محتاجين نروح ننام. خليكوا قاعدين، اخوكوا زمانه جاي. اتاخرنا يا ام الحيم، وكلنا الصبح ورانا مواعيد. على ما تشربوا القهوه يكون وصل بالسلامه. راح فين ما خبراش؟ قهوتك يا مرضى. بلاش اشرب قهوه تانية يا نفيسه، ما بدكش النوم لو شربتها متاخر. هدي يا نفيسه، انا محتاج لها ابو وجيجي، خليها له بقى. النصيب بنادي صاحبه صح، مش قلت لكم زمانه جاي؟ حيم حيم. نعم يا محمد. اخواتك عاوزينك. اخواتي؟ ايوه قاعدين جوه. احنا هنا يا ابو وجيه، اتفضل. خير يا سيادة المستشار. كل خير ان شاء الله يا ابو وجيه. مش تقعد مع اخواتك تشوف عايزين ايه؟ دول قاعدين من قبل صلاة العشاء يا ولدي. يا سيدي لو ما كنتش عاوز تقعد معانا احنا عاوزين نقعد معاك. حاضر. لازم هنقفل الباب يا مرحيم ولا ايه؟ الحيطان لها ودان يا ولدي. هتكونوا دان مين؟ ما هم ولادنا. ولادكم مش لازم يسمعوكم وانتوا بتتحاسبوا. جايين تحاسبوني يا عاد؟ ان كنتوا اخوات تحاسبوا. بس انا ما حاسبتش اخواتي العمر كله يا مرحيم. أبوك الله يرحمه قبل ما يموت حاسبهم وصل لك حقك. انسي من ديتك قبل كده كنت خليه معاك، ما يلزمنيش دلوقتي، يلزمك وكل حي ياخد حقه. امسك. مبدرين كده ليه يا شقاقاتي؟ خايفين حقكم يضيع عليكم ولا ايه؟ عمر حقنا عندك ما هيضيع ابدا يا ابو وجيه، بس لو سمحت اديني فرصه علشان اقول لك المفيد. قول يا منشاوي. احنا بصراحه يعني بينا وبين بعض اكتشفنا ان احنا ظلمناك قوي. ظلمتوني كيف؟ عشان ما كتبتولي نص الملك؟ مش جايز انا اللي ظلمتكم؟ لا يا ابو وجيه، حتى لو انت ظالمنا احنا مسامحين، ولو احنا ظلمناك سامحنا. لا، لو ظلمتوني مش هسامحكوا. واصل يا ولد ابوي. عشان كده جايين، مش عاوزين يظلموك. شوف اخواتك عايزين يقولوا ايه. بتتكلم يا منشاوي. حاضر، خد حقك نص الملك يا ابو وجيه وادينا حقنا. عاوزين حقكم؟ وكل واحد مننا ياخد حقه ويتصرف فيه زي ما هو عايز. عشان تقدر تتصرف براحتك يا ابو وجيه، اقصد تقدر تتصرف في مالك براحتك، انت فاهمني طبعا، عشان ما فيش حد بعد كده يجي يقول لك ده مالي ولا مال ابويا. بصوره اوضح يا ابو وجيه، انت زعلت مننا لما خفنا كلنا على مالنا اللي هو اساسا مال والدك، وقلنا لك بلاش تتجوز. دلوقتي بقى تبقى براحتك لما تاخد مالك وتدينا مالنا. إن كان لكم مال هديهولكم يا سعادة المستشار.
إن كان لينا مال تشاور عليه قولي هو فين وردهولكوا بزيادة حبتين كمان. يعني إيه يا الحي؟ يعني إن كان حد فيكم مد يده في الملك ده واشتغل يوم ولا ساعة يقول الملك ده ملكي عرجي وشقايا العمر كله، ولو اتحاسبتوا يا اخواتي هتطلعوا مديونين، هيطلع عليكم مش ليكم. صح الكلام ده يا حي؟ صح الصح يا فطي. اذا كان هما ما عارفينش انت لازم تعرفي، لو كنت ناسي اسال امك ولا اسال انعام. انسى كيف يا اخويا؟ انتوا الثلاثه عارفين كيف جينا من المنشاه حافيين مش لاقيين اللقمه. اسال انعام عن كعاب المشدده وانا بلف في السواد في عز الدياله. مين فيكم باع عمره على اخواته كيف ما عملت؟ مين فيكم ناول ابوه يا ابو عمره في يد وناوله عافيته في اليد التانيه؟ مفيش غيري. حصل يا ابن حيم ولا؟ وابوك ما عملش حاجه واصل؟ مين قال عمران المنشاوي ما عملش؟ ابويا عمل رجاله ربانا وكبرنا، ولما قلت لاخواتي لازم يتعلموا قال ما حنتناشي الحيم، قلت له ابيع لحمي لين اخواتي ما يتعلموا احسن تعليم. حصل يا ابن حيم ولا لا؟ جاي دلوقت تحاسب اخواتك على وقفتك جارهم يا الحيم؟ عشان هم اللي بيحاسبوني، هم اللي بيحرموا علي حدي. يبقى زي ما قلتي كل حي اولى بحقه. لا مش من حقك يا الحيم، مال ابوك مش من حقك يا الحيم. وانت من حقك الدكتوراه اللي هتاخدها بعد شهرين، وسعاده المستشار من حقه يبقى رئيس محكمه، وشهين يبقى ضابط ومهندس ويحيى ونفيسه. مين فيكم ما خدش حقه الطقطقه غير واكتر كمان؟ رد علي. كل حي منكم خد شهادته وبجيبه وباشه، ضمن مستقبله ومستقبل ولاده. هتقول لي انا اضمن مستقبلي ومستقبل ولادي كيف؟ ما تاكلش حق اخواتك يا ولدي. قول لهم هم اللي ما ياكلوش حقي. تعبي وشجع عمري عرقي عرق الجاهل اللي المتعلمين جايين يشاركوني فيه. اسمع يا مرحيم، انا قلت لهم ان له حق يشاور عليه، ما حدش فيهم شاور على حاجه. ليه عايزه تدي لهم اللي مش ليهم؟ الاخوات ما يتحاسبوش كده يا ولدي. انت اللي قلتي ان كنت اخوات تحاسبوا، ده حسابي. ان حد فيهم عنده كشف حساب تاني يوريهولي. شفت يا مرحيم، ما فيش حد فيهم عنده كشف حساب تاني، عشان عارفين ان هم هيطلع عليهم مش ليهم. هيطلعوا مديونين لاخوهم بكتير، اخوهم اللي استخسر ويريحوا يومين كيف ما ريحهم العمر كله.